شاي دينا، السلام عليكم. كنتم لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جينا نصغبو زنبو ونوريكم كيفاش نصغبو. دابا نقيو الحمص والشعير ونحرقوهم ونشوفوا الفيديو معنا. دابا نقيناها منديوها نحرقوها على البوطة ونخلطوها بجوج ديما ونحرقوها على البوطة. دابا كما تشوفوا نحرقو الحمص والشعير. نخلط مع بعضهم ونحرقوهم باش نطحنوهم في الريحة. نخليوه يتحمر شوي على بركة الله. دابا نطحنو الزبدة ديالنا صحة بشرى عن هذا صفتني قيل الرحى. نسينا ما قلنا لكم شي شنيا نصغبو في الزامبو ونقولو شوية الملح و السحيطرة. السحيطرة أرى السحيطرة. هادي صحيتها شويه ماشي بزاف غير الريحه. الريحه ديالها تجي مزيانه مع الريحه الحمص مع الشعير. حنا لقيناها شوية عاود ماشي شوية. أما نطحها
يلا مجد دقي البركة ريال. بسم الله. لا سبحان الله. أول مرة. حي الحياة. رجع البركة الحمد لله. أعطيه الصحة مجد سليت. نجيبو شوية الكرمس ونقيسو زامبو. جات لاحظ السيدة مجدة باش تنقص الكرمس هي اللي نقيسها في الريحة. يلاه الزامبو ديالك وخصو تا يتعدل. دابا صافي سالينا الزامبو ديالنا خصنا نغربلو. الخير زامبو قيلة تبارك الله. صافي ساليت لحد كاين ساليت بارك الله. الله يعطيكم الصحه. ايوا انقوي الدهن معاك غير الخير تبارك الله. صح انا معمره. ايوا بحرا نعطيكم شويه. نعطيونا شويه عفوا. الله يعطيكم. لا انتم اللي بدا تعطيونا نذوقكم معاه ان شاء الله. الله يعطيكم غربلو. بسم الله. يهبط مزيان ديك مغربال يهبطو مزيان خصهش يهبطو حرش. لا شنو هذاك برجون طحنوه حطي له ريحه فيه واعر نص هو اصلا يبان 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 واعر هذيك الريحه الاعشاب شنو لقيتو فيها ويصه السحيطره السحيطره فيها ريحه مزيانه على السحيطره واحد من الاعشاب في العيو لا فين على السحيطره السحيطره ومع ديها مع الحمص محمر والشعير يعطي النسمه واعره والملاحة وثاني يعطيو حاجه هذا مزيان الملاح ثاني اي والله يجعل البركه ويصال. الله يعطيك الصحه. الله يعطيكم الصحه تبارك الله عليكم. الله يجعل البركه. الله يخليك امين. ايوا هذا هو زنب. هذا هو زنب ديالنا كما تشوفوا معنا. دابا بقى لنا نمشيو نجنيو لكم الكرموس وحي الا لعبتي في بيدك. ها هو دابا زنب ديالنا واجد على الكرموس هذه الطريقه كيفاش انا ندير له. بسم الله. حاجه مزيون صراحه والله مالح فيه الريحه ديال السحيطره يجي شي مزيون. المهم شكرا على المتابعه وشكرا على لي كومونتير ديالكم مزيونين بزاف وما تنساوناش من لايك واشتراك وشكرا لكم والسلام عليكم.